اتصال علي السيد حسني شريف عبد العالي هي 328 ألف صوت، ونتفاجئ أن السيد شرفي يعلن يعني رقم لا علاقة له بالله. احنا في التوقيعات فقط كما تعلمون جمعنا 105 ألف صوت، 105 ألف توقيع. فلذلك هذه النتائج نعتبرها عبث بهذه الانتخابات وتشويه لصورة البلد وإفساد للصورة الجميلة التي كانت خلال الانتخابات التي أشاد بها الجميع، والصورة الحضارية والمتحضرة التي كانت خلال الحملة الانتخابية. ونحمل مسؤولية هذا الإفساد لمن أعلن هذه الأرقام وهذه النتائج. نتساءل أيضا أين هي نسبة المشاركة؟ لماذا لم يعلن نسبة المشاركة وهي معلومة رئيسية في تقدير الأصوات؟ لماذا لم يعلن نسبة المشاركة بلا ما نعلق على أنه أعلن بالأمس على 12 تعليل نسبة ما فهمناهاش حتى واحد ما فهمها؟ أين هي الأصوات الملغاة؟ لماذا لا يعلن أصوات الملغاة؟ فلذلك نحن يعني نستهجن هذه الأرقام ونعبر عن استنكارنا لها، وهي لا تمثلنا، ولا أعتقد أنها تمثل صورة الانتخابات الرئاسية التي عشناها جميعا. كل التوضيحات والملابسات ستكون غدا إن شاء الله عز وجل على الساعة 11 صباحا. مرحبا بكم، راح نعقد ندوة صحفية، عندكم دعوة من الآن، وراح نزيد ندعو الغائبين لتوضيح كل هذه الملابسات. شكرا، جزاكم الله خير.